أهلا وسهلا بكم في قناة عالم الفن لأخبار الفن والفنانين. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. الفنانة السورية سوزان نجم الدين ومعلومات وحقائق لا تعرفونها عنها. ولدت الفنانة سوزان نجم الدين الصالح في مدينة الدركيش السورية، وعمرها 46 عام، حيث انها ولدت في يوم 24 من نوفمبر لعام 73. ودرست الهندسة المعمارية ونالت المرتبة الاولى على دفعتها، وعملت كمهندسة في التلفزيون السوري، ورفضت العمل في الجامعة كمحاضرة في علم التصميم. ودخلت الفنانة سوزان نجم الدين مجال الفن وما تزال طالبة في الجامعة، حيث التحقت بفرقة زنوبيا للفنون الشعبية، وعملت معها عاما ونصف على مسرح الحمراء بدمشق. ثم قدمت مشروع تخرجها من الجامعة تحت عنوان أوبرا دمشق، التي مزجت فيها بين الهندسة والفن. وعملت كراقصة باليه وفلكلور شعبي، ومن ثم انتقلت إلى عالم التمثيل، وأصبحت من أهم الأسماء على الشاشة، وبدأت الأنظار تتجه نحوها. والدها هو الشاعر والمحامي نجم الدين الصالح، وهو أيضا عضو في مجلس الشعب في مصر ومن ثم في سوريا. وهذا هو والدها نجم الدين الصالح. ووالدتها هي الشاعرة دولة العباس، ومحامية وعضوة في اتحاد الكتاب العرب. شاهدوا الفنانة سوزان نجم الدين مع والدتها دولة العباس. شاهدوا شقيقها الفنان المنتصر نجم الدين. ودخلت الفنانة سوزان نجم الدين إلى عالم الفن بالصدفة بعد أن شاركت في مسلسل الدخيلة إلى جانب الممثل جهاد سعد. ويعد مسلسل الدخيلة باكورة الأعمال التلفزيونية للفنانة سوزان نجم الدين المتألقة، ومن هذا العمل بدأت رحلتها في عالم الفن والدراما. وتزوجت في عام 1995 من رجل الأعمال السوري سراج الدين الأتاسي، ولديها 4 أولاد: سهير وسارة وحيان وحازم. شاهدوا الفنانة سوزان نجم الدين مع طليقها وأولادها. الفنانة سوزان نجم الدين مع أولادها. وأعلنت الفنانة السورية سوزان نجم الدين في عام 2014 إنها انفصلت عن زوجها سراج الأتاسي بعد زواج دام حوالي 19 عاما، وأن الخلاف السياسي والطائفي السبب وراء مشاكلها العائلية وانفصالها عن زوجها رغم محاولتها التأقلم على الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 2014 خطبت الفنانة سوزان نجم الدين إلى رجل أعمال خليجي، إلا أنها لم تفصح عن أي تفاصيل حول هذه العلاقة الغامضة. وفرض الرئيس الأمريكي ترامب حظرا على المسافرين من 7 دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي أدى إلى حرمانها من رؤية أولادها، والذين يعيشون مع طليقها رجل الأعمال سراج الأتاسي، وعدم سماح عائلته لهم بترك الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الأوضاع التي تشهدها سوريا. وبعدها توجهت الفنانة سوزان نجم الدين برسالة لترامب جاء فيها: لن يستطيع ترامب ولا قراراته المجنونة أن يحرمنا من حضن ندوب في حبا وشوقا وحنينا موجعا ننتظره كل حين، حتى ولو تحولت إلى ذرات من الهواء، وكونوا بخير يا نبض الروح والقلب، فالله سيعبد لنا طريق اللقاء القريب.
وأوضحت الفنانة سوزان نجم الدين أنها ترحب بأن يخوض أحد أبنائها ولدان وبنتان مجال الفن، إلا أنها اشترطت أن تعلمهما أولا جيدا. ومن ثم العمل في الوسط الفني إذا كان الوضع مناسبا، أو الابتعاد إذا كان هناك أي شيء يضرهم. شاهدوا الفنانة سوزان نجم الدين مع والدتها وإخوتها. وفي عام 2010 تم تعيينها في منصب الأمين العام المساعد لاتحاد المنتجين العرب لبلاد الشام، وما زالت في هذا المنصب حتى يومنا هذا. والفنانة سوزان نجم الدين تمتلك نادي رياضي اسمه تشامبيونز في دمشق، وتمتلك أيضا الفنانة سوزان نجم الدين شركة للإنتاج الفني أطلقت عليها اسم سنة للإنتاج الفني، والاسم سنة أخذ من أول حرف من كل من سوزان نجم الدين. وخلال حلولها ضيفة على إحدى المقابلات، قالت الفنانة سوزان نجم الدين إنها لا تعتبر ما بينها وبين الفنانة أصالة خلافا، لأن الأخيرة لا تعنيها في شيء على حد قولها. ووصفتها نجم الدين بخائنة للوطن، وأشارت أنذاك إلى أن السياسة ليست السبب في موقفها المعادي لأصالة وإنما الوطن، مؤكدة أنها لا تحترم من يخون وطنه. وتتميز الفنانة سوزان نجم الدين بالأدوار الصعبة والمعقدة، وذلك لنجاحها الكبير في تأدية هذا النوع من الأدوار. وبرعت في كافة الأدوار التي لعبتها، حيث شاركت بأدوار درامية وتاريخية وكوميدية، ولقد تركت بصمة واضحة في كل الأدوار التي لعبتها. وفي عام 93 شاركت في مسلسل نهاية رجل شجاع مع الفنان أيمن زيدان بدور اللبيبة، ومن ثم شاركت في مسلسل خان الحرير. وبعد ذلك بدأ المخرجين والمنتجين يتهافتون عليها لتشارك في أعمال جديدة، ومنها الثريا، الكواسر، صلاح الدين الأيوبي، أبو زيد الهلالي، ملوك الطوائف. ولعبت الفنانة سوزان نجم الدين دور والدة جبران في مسلسل جبران، ووالدة محمود درويش في مسلسل في حضرة الغياب، ومسلسل عمر، ومسلسل باب الخلد. بالإضافة إلى ذلك شاركت في عدد من الأعمال البدوية وتركت فيها لمسة واضحة، ومنها كهف المغاريب وسماح وغدر الزمان. وتعاونت الفنانة سوزان نجم الدين منذ بداية مسيرتها حتى اللحظة مع العديد من الممثلين في سوريا ولبنان وفي دول عربية أخرى. الفنانة السورية سوزان نجم الدين تحاول دائما إثارة الجمهور بإطلالاتها اللافتة في كافة الاحتفالات والمهرجانات التي تشارك بها. وحصلت الفنانة سوزان نجم الدين على لقب ملكة الأناقة في عام 2017 كأفضل فنانة تهتم بإطلالاتها وأناقتها في جميع المناسبات. ونالت الفنانة سوزان نجم الدين جائزة أفضل ممثلة سورية لعام 2019 من مهرجان الأفضل في لبنان عن ابن الأصول وكلبش الثلاثة وفيلم حملة فرعون. وحصلت أيضا على عدد من الجوائز مثل جائزة الإبداع العربي بيروت عن دورها في مسلسل شوق عام 2017. وأهدت الفنانة سوزان نجم الدين التكريم إلى بلدها سوريا وبلدها الثاني مصر، كما أهدت الجائزة لصناع الأعمال التي شاركت بها.